الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة سنوات أولى ثانوي، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع الدوال المرجعية. بعدما شفنا في الفيديو السابق على الدالة الجذرية ودرسناها، شفنا اتجاه تغيرات تاعها، شفنا المنحنى البياني تاعها. اليوم جبت لكم تمرين تطبيقي على هذه الدالة الجذرية، إذا بالتوفيق للجميع. نبدأ بالتمرين التطبيقي للدالة الجذرية. يقول التمرين سي اف او سي التمثيل البياني للدالة اف معرفة على ناقص 2 زائد ما النهاية. اذا اف لي اكس يساوي 1 زائد الجذر التربيعي لاكس زائد 2. اش هو التمثيل البياني للدالة الجذر التربيعي؟ يقول سؤال ادرس تغيرات الدالة اف وشكل جدول تغيراتها. بين انه يمكن استنتاج سي انطلاقا من اش، يعني انطلاقا من المنحنى البياني للدالة الجذرية بانسحاب يطلب تعيين شعاعه انشئ المنحنى سي. اذا بالتوفيق للجميع، نبدأ على بركة الله. كيف اوظف الدالة الجذرية في دراسة هذه الدالة؟ لاحظوا معي، هو مدلنا مجموعة التعريف هو ناقص 2 زائد ما نهاية، ولكن انا حبيت نبين لكم كيف وجدنا مجموعة التعريف. مثلا لو كان طلب منكم دراسة التغيرات وما مدلكمش مجموعة تعريفها، لازم عليكم تلقاوها. إذا دي اف اللي سميتو دي اف هو كل العناصر الأعداد الحقيقية التي تحقق، حيث واش قلت لكم في الفيديو تاع الدالة الجذرية اللي لازم يكون ما داخل الجذر أكبر أو يساوي من الصفر. إذا إكس زائد 2 أكبر أو يساوي الصفر، هذا هو الشرط. أما على الواحد هو عدد حقيقي، يعني مجموع التعريف تاعو هو ار، يعني ما عندوش مشكل. اذا نبداو على بركه الله في حل هذه المتراجعه. اذا اكس زائد 2 اكبر او يساوي صفر يكافئ، ماذا يكافئ؟ يكافئ ان اكس اكبر او يساوي من ناقص 2. اذا هنا اكس الى اي مجال ينتمي؟ احنا شفنا درس الحصر والمجالات، اذا نقول ان اكس ينتمي الى المجال ناقص 2 زائد ما النهاية، وبالتالي تخرج لي مجموعة التعريف دي اف تاعي تخرج لكم ناقص 2 زائد ما النهاية. هذا بالنسبة لمجموع التعريف. ننتقل على بركة الله إلى اتجاه تغير الدالة اف. لاحظوا معايا، يقول سؤال ثاني ادرس تغيرات الدالة اف وشكل جدول تغيراتها. ما معنى السؤال ادرس اتجاه تغير الدالة اف؟ دراسة اتجاه تغير الدالة اف يعني دراسة هل الدالة اف متزايدة تماما ام متناقصة تماما على مجموع تعريفها. يلا نبداو، عندي مجال واحد فقط من ناقص ما ناقص 2 الى زائد ما نهاية. اذا دائما نفس المنهج، باش نعرف هل الدالة متناقصة او متزايدة راح ندي عددين من هذا المجال، ليكون اكس واحد نسميه اكس واحد، اكس 2، اكس 3 غير مهم، ينتمي الى المجال ناقص 2 زائد ما النهاية. وش معناتها؟ معناتها اكس واحد راح يكون اكبر او يساوي من ناقص 2 بلغة الحصر. ثاني شيء، اكس 2 ينتمي الى المجال ناقص 2 زائد ما النهاية. يعني نمشي لكم خطوة بخطوة باش نحو العراقيل تاع الدالة الجذرية. معناتها ان اكس 2 اكبر او يساوي من ناقص 2. ثم بعد ذلك احنا الدالة تاعي كيف معرفة؟ الدالة اف تاعي معرفة، نكتب العبارة تاعها باش نشوفها، تساوي واحد زائد الجذر التربيعي لإكس زائد 2. هذه هي العبارة، لازم نحطها أمامي باش نشوفها دائما. ثم الآن بعدما فرضت أني عندي عددين، لازم يكون الشرط التالي أن أحدهما أصغر من الآخر، يعني إكس واحد أقل من إكس 2. الآن انطلاقا من هذه المتباينة لازم نشوف أقارن الصور، راح نشوف هل أف لي إكس واحد وأف لي إكس 2 هل هما يعني يبقوا دائما أصغر أو يولوا أكبر. إذا كان أف لي إكس واحد أصغر من أف لي إكس 2 هنا نقول الدالة تاعي متزايدة تماما. أما إذا تغيرت المتباينة تاعي أصبحت أكبر بالنسبة للصور راح تكون الدالة تاعي متناقصة تماما. الآن راح ندخل معلومة الكثير منكم وبعض الأساتذة أيضا يعني يخلطوا بيناتهم
يعني أطلب من الجميع أن ينتبه إلى هذه الملاحظة بين متزايدة ومتزايدة تماما، راح نشرح لكم أكثر الآن. قبل وش عندي في اف لي اكس؟ قلت لكم أن متزايدة تماما ما نديرش أو يساوي، لمجرد أن أضع أو يساوي دخلت في متزايدة فقط. تماما كما أقل تماما، أصغر تماما، أكبر أو يساوي. حبيتي ديروا أو يساوي، ما تهضروش على متناقصة أو متزايدة تماما. أتمنى فقط أن يكون واضح. هنا النتيجة راح تكون متزايدة أو متناقصة تماما، لأنني العددين راهم أقل تماما. في كل مرة أعيد المعلومة باش تثبت عند الجميع. نتابع. عندي إكس واحد أقل من إكس اثنين. الآن باش نلقى الصور تاعهم، أنا عندي عبارة اف لي إكس هي واحد زائد جذر إكس زائد اثنين. ما ننساش معلومة أن إكس واحد وإكس اثنين راهم أكبر أو يساوي من ناقص اثنين، العددين اللي ديتهم. ثم بعد ذلك راح أبني اف لي إكس واحد. لاحظوا معايا، لو كان نكتب هنا نكتبها لكم، اف لي إكس واحد ماذا يساوي؟ راح يساوي لي واحد زائد جذر إكس واحد زائد اثنين. اف لي إكس اثنين ماذا يساوي؟ يساوي واحد زائد جذر إكس اثنين زائد اثنين. إذا باش نتحصل على اف لي إكس واحد، لازم أول خطوة لازم أضيف لإكس واحد اثنين. إذا أضيف زائد اثنين إلى أطراف المتباينة. إذا واش نتحصل هنا؟ ناقص اثنين زائد اثنين أصغر أو يساوي إكس واحد زائد اثنين أقل تماما من إكس اثنين زائد اثنين. الآن ناقص اثنين زائد اثنين تولي لي صفر. صفر معليش، أصغر أو يساوي من إكس واحد زائد اثنين أقل تماما من إكس اثنين زائد اثنين. قد يقول بعض أستاذ راكي استعملتي أو يساوي. نعم استعملت أو يساوي، راني في الأعداد، ما رانيش هنا، هنا ما مسيتهاش، ما درتش أو يساوي. لاحظوا معايا، ما معنى إكس واحد زائد اثنين وإكس اثنين زائد اثنين أكبر أو تساوي من صفر؟ هذا يكافئ، وش يكافئ منطقيا؟ أن تبعوا فقط معايا، راح ندخل لكم الدالة الجذر، أن إكس واحد زائد اثنين أكبر أو يساوي صفر، معناتها ينتمي إلى المجال صفر زائد ما النهاية. يعني العدد هذا اللي ديتو كي نضيف الاثنين يولي ينتمي إلى صفر زائد ما النهاية، ما ينتميش إلى ناقص اثنين زائد ما النهاية. نفس الشيء إكس اثنين زائد اثنين ينتمي إلى صفر زائد ما النهاية. أتابع. إذا بما أن العددين ينتميان إلى صفر زائد ما النهاية، باش ندخل الجذر، لاحظوا معايا، باش ندخل الجذر التربيعي واش نقول؟ نقول بما أن، إذا نكتبها هنا، بما أن الآن ندخل الدالة الجذرية تاعي، واش شفنا في الفيديو السابق؟ بما أن الدالة الجذرية، ما هي الدالة الجذرية؟ نعرفها، اللي هي إكس لكل إكس جذر إكس. كيف هي على صفر زائد ما النهاية؟ بما أن الدالة الجذرية متزايدة تماما، درسناها من قبل، تماما على أي مجال؟ تماما على صفر صفر زائد ما النهاية. إذا كي ندير الجذر عندما نجذر، الدالة متزايدة راح ما يتغيرش الاتجاه تاع المتباينة منه. إذا ماذا نقول؟ نجذر، تولي لي جذر، لاحظوا معايا، تولي لي جذر إكس واحد زائد اثنين يبقى دائما أقل من جذر إكس اثنين زائد اثنين. ثم بعد ذلك نقرب الأف لي إكس واحد وأف لي إكس اثنين، وش مازال لي؟ فقط أضيف العدد واحد. إذا بإضافة العدد واحد، لاحظوا معايا، واحد زائد هنا زائد واحد، وش تولي لي؟ هاني خرجت عبارة أف لي إكس واحد وعبارة اف لي اكس اثنين. اذا هذه ما هي الا اف لي اكس واحد اقل تماما من اف لي اكس اثنين. اذا ماذا نستنتج؟ اخيرا انطلاقا انطلقنا من اكس واحد اقل من اكس اثنين، لقينا ان الصور تبقى دائما محافظه على المتباينه. واش نستنتج؟ نستنتج ان الداله اف تاعي متزايده تماما على اي مجال؟ وللمجال الاول تاعي، ناقص اثنين زائد ما النهاية. أتمنى فقط أن يكون واضح. بعدما لقينا أن الدالة تاعي متزايدة، نجي لجدول التغير. جدول التغير تاعي وش هو الجدول التالي؟ إذا نكتب
في جدول التغيرات إكس تاعي هكذا، وهنا F لي إكس دائما نفس الشيء. ثم بعد ذلك نكتب مجموعة تعريف الدالة. إذا نكتب أولا نكتب مجموعة التعريف، حنا لقينا مجموعة التعريف تاعي هي ناقص 2 إلى غاية زائد ما النهاية. ثم بعد ذلك لقينا الدالة تاعي متزايدة، إذا السهم يكون إلى الأعلى. إذا بعد ما شفنا السهم للأعلى رسمناه، مازال فقط نحسب F لي ناقص 2. لاحظوا معي عندي عبارة F لي X هي 1 زائد جذر تربيعي لي X زائد 2. إذا F لي ناقص 2 أعوض X بناقص 2، إذا تولي لي 1 زائد الجذر التربيعي لي ناقص 2 زائد 2. هنا الجذر التربيعي لي ناقص 2 زائد 2 0، إذا تساوي الواحد. إذا هنا نكتب الواحد وأكتفي بهذا القدر باش نكمل جدول التغيرات. نتابع السؤال الذي يليه، يقول استنتج المنحنى سي انطلاقا من المنحنى الدالة الجذرية اش. لاحظوا معايا كيف راح نستنتج. إذا نفرض نقطة ام ذات الإحداثيات اكس واي تنتمي إلى المنحنى سي تاعي. لاحظوا معايا ام ذات الإحداثيات اكس واي تنتمي إلى سي، معناتها أن تحقق المعادلة التالية: واي تاعي يساوي اف لي اكس، واي يساوي اف لي اكس، هي معناتها أن واي نعوض عبارة اف لي اكس اللي هي 1 زائد جذر اكس زائد 2. ثم واش راح ندير؟ ننقل زائد 1 إلى الطرف الآخر، تولي لي فقط انتبهوا، تولي لي واي ناقص واحد تساوي الجذر التربيعي لإكس زائد 2. نلاحظ أن لو وضعنا هذه القيمة، إذا نقول نضع فقط، تبعوا فقط معايا، نضع مثلا واي فتحة تساوي واي ناقص واحد، ونضع إكس فتحة تساوي إكس زائد 2، نتحصل على التالي. لاحظوا معايا نتحصل على التالي، واش نتحصل؟ نتحصل هنا واي ناقص واحد، قلنا ان واي فتحة تساوي الجذر التربيعي لإكس فتحة، بعدما عوضنا إكس زائد واحد بإكس فتحة. إذا منه راح تكون هذه النقطة، إذا النقطة ذات الإحداثيات، إذا نقول نستنتج أن النقطة منه النقطة ذات الإحداثيات اللي هي إكس فتحة واي فتحة، نعوض ب ذات النقطة إكس فتحة اللي هي إكس زائد 2 واي ناقص واحد، تنتمي إلى أي منحنى؟ إذا هنا راح تكون إكس فتحة واي فتحة تنتمي إلى أش، إلى المنحنى الدالة الجذرية، لأنها مكتوبة على شكل واي تساوي الجذر التربيعي لإكس فتحة. إذا نقول النقطة تنتمي إلى أش، المنحنى الجذر. منه نستنتج أن يتم رسم سي انطلاقا من المنحنى أش بانسحاب شعاعه. هنا نعدم هنايا، نكتب إكس زائد 2 يساوي 0، إذا الانسحاب راح يولي لي ناقص 2، وهنا إكس واي ناقص واحد نكتب يساوي 0 يولي لي 1. إذا نكتب هذه الجملة: بانسحاب شعاعه ناقص 2 1. أو ممكن استنتاجه مباشرة من جدول التغيرات، نقول انطلاقا من جدول التغيرات يمكن استنتاج المنحنى سي انطلاقا من المنحنى اش بالانسحاب الذي شعاعه مباشرة هذه النقطة ناقص 2 1. إذا نكتب لكم الجملة، إذا كتبت منه يتم رسم سي انطلاقا من المنحنى اش تاع منحنى الدالة الجذرية بواسطة انسحاب شعاعه مركبته هو ناقص 2 1. آخر خطوة هو رسم المنحنى البياني. إذا حنا شفنا أن أنشأنا المنحنى البياني في معلم متعامد متجانس. إذا كيف أنشئ المنحنى تاعي سي اف؟ لاحظوا معايا، نجي أولا ننشأ شعاع U ذات المركبتين ناقص 2 1. أين هو ناقص 2 1؟ ناقص 2 هوليك على محور الفواصل، 1 على محور التراتب. إذا يجي الشعاع تاعي، هذا هو الشعاع، نرسم الشعاع
اذا بعد ما رسمنا الشعاعي واش ندير الان؟ راح نرسم معلم جديد مبداه هذه النقطه. هذا هو المبدا تاع المعلم الجديد باش نرسم، يعني راح نزيح هذا المنحنى الى غايه المبدا بعد ما كان صفر، راح ازيحه الى غايه هذه النقطه ونشوف كيف نرسم. بعد ما رسمت المعلم تاعي الجديد الذي مبداه هذه النقطه، اذا واش راح ندير؟ راح ازيح هذا المنحنى تاعي الى غايه هذا المعلم ونرسم منحنى ايضا تاع الداله الجذريه. لاحظوا معايا هنا المبدا، عندنا هنا نبدا من واحد واحد، اذا يمر من هذه النقطه ثم ندي نقاط اخرى لو حبيتو، ثم نرسم المنحنى هكذا. المبدا تاعو راح يكون هذه النقطه هكذا، راح يولي لي المنحنى هكذا هكذا. هذا هو المنحنى سي تاعي. طبعا هذا سموه اش، سموه مثلا حنسميه سي اش، هنا نحو سي اش سي اف. اذا هذا هو المنحنى تاع الداله اف تاعي. اتمنى فقط انني وفقت في الشرح المبسط لهذا التمرين. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى الملتقى.